في هذا الإطار قام الفريق الرقابي في بلدية الكويت بتنفيذ جولة ميدانية على المحال والأسواق والمجمعات التجارية في محافظة حولي للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية. نتابع. جهود حثيثة تبذلها بلدية الكويت في تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة في الأسواق والمجمعات التجارية. فقد قام فريق طوارئ محافظة حولي في جولة تفتيشية على أحد المجمعات التجارية في المحافظة. نقوم بجولات ميدانية لتطبيق الاشتراطات الصحية وتطبيق قرارات مجلس الوزراء، والحملات هذه مستمرة طبعا، وعندنا عدة فرق مشكلة، منها ثابتة ومنها فريق نساء ومنها فريق يقوم بجولات مفاجئة لرصد أي محل أو مجمع لم يلتزم بالاشتراطات الصحية. فتم اليوم تحرير 4 محاضر عدم التزام بالاشتراطات الصحية ومخالفتين متنوعة. 4 محاضر عدم تطبيق الاشتراطات الصحية كانت حصيلة هذه الجولة التفتيشية من قبل فريق طوارئ البلدية. بالالتزام بالاشتراطات الصحية بالكامل، منها التزام بلبس الكمامات والتباعد. اتجاهنا أول شيء انذار مبدئي طبعا، ويجب الالتزام ما بعد الانذار هذا. هذه الجولات الميدانية لتطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بقرارات مجلس الوزراء مستمرة على محافظات الكويت الست في الأسواق والمحال والمجمعات التجارية لتطبيق هذه الاشتراطات المطلوبة. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.